منكم. ما الوضعيه الحاليه انت قلت لي شنو باش نعملوا؟ راهو القرار الاول والاخير يرجع لسلطه الاشراف. اكيد سلطه الاشراف انا علمتها بالوضعيه، هزيت لها الاستقالات، استقالتي انا وامين المال حاضرين باش نزوهم، وخلي سلطه الاشراف تعين مكتب وقتي في اقرب وقت ماذا بينا. وانا بيدي راهو مانيش راضي، ما انا بيدي ما نحبش البطوله تقفرا، خاطر معناها انا كان باش نقول راني نجحت في الجامعه هذه يجي منه نوقف البطوله. أنا بار دي كونترانت ادمينستراتيف اي فينانسيير خليتني نخرج كومينيكي هذاك، خاطر وقتها سي محمود برمج لعبه في الويكاند وانا ما عادش. انا برمجت كالندري تقول كالندري قصيناه وحنا كالندري تقول ذولي. اسمع انا نقرا في تعليق ذولي جامعه التاجيلات بين الويكاند والويكاند، تاجيل تاجيل تاجيل. انا اللي نتمناه كرئيس جامعه حالي اللي نتمناه هو ان شاء الله سلطه الاشراف تسرع في تعيين مكتب وقتي، خلي البطوله ترجع تنشط ان شاء الله. محمود نقطه اخيره نقطه اخيره قبل ما نعديو لفريق الزهر ذي الكينج بوكسينغ. ربي يا محمود بقطع النظر على ان شاء الله يكون الاختيار المره هذه معناتها بسي محمود ولا اسامي اخرى ان شاء الله باش تكون في السباق الانتخابات يكون اختيار موافق. ربي هاللحمه هذه نلوجوا عليها مش في شهرين ثلاثة شهر، معناتها كل واحد يمشي لثنيته. ما هو هذه الإشكالية، سبب الوضعية اللي وصلنا لها هو الوعود الانتخابية. ستار هو رئيس تو معناتها الدي سي 2024، لكن للأسف المكتب تحل. معناتها سبب المشاكل هذه الوعود الانتخابية، فما أطراف معناتها توعد في ستار وحكيتوا له الكلام هذايا ومع هذايا توعد فيه معناتها ب 2024 اللي احنا مازلنا ما وصلنالوش، اللي احنا عندنا شو ما يلزمنا نمشي له من هنا ل 2024 باش نجموا الناس تعطيك ثقتها. انا كي دورت وشفت الناس بالحق شيء مؤسف، الناس تحب تلعب، الناس تحب بالرسمي معناتها. طيب باش نعمل تظاهرات موازيه؟ شكون باش يعمل؟ نسال فيكم انتوما كمدربين كقاعات. انا عندي كلام، وقفه احتجاجيه في قابس، وقفه احتجاجيه في صفاق. لا مش احتجاجيه، اجتماع فني. اجتماع وقفه احتجاجيه دون لو سونس اللي يحبوا اجتماعي، يحبوا محتجين، استفسار، يحبوا يفهموا، يحبوا محتجين. علاش موقفين الشوط؟ يفهموا ديجا في نشاط حق الجمعيات واللاعبين في النشاط. ومن نجم حتى واحد يمنحهم من النشاط. راهو صارت في جامعات اخرى مكاتب وقتيه وواصلت الخدمه نتاعها معناتها بالاداره الفنيه وبالكالندري الموجوده وسافرت ولعبت في التورنوا انترناسيونو. احنا راهو مع اللعبه ذي نحبوا نخرجوا، نحبوا تونس تكون ممثلة احسن تمثيل، مش نهزوا تلامذه احبابنا واصحابنا واولادنا اللي ترينا معنا باش نجموا نمثلوا تونس. راهي تونس من الشمال للجنوب، ماهيش حكر لحتى واحد، وهذا راهو كله معناتها موجود في تقارير معناتها الثلاثيه نتاع المدير الفني والمستشار الفني في الوزاره، اللي للاسف اونتر بارونتيز التقارير هذه تدور في القهاوي ولات. هذا موضوع كبير باش تحلوا الوزاره. موضوع هذا بالحق معناتها نقطه اخيره، راهو توقيف النشاط راهو عنده مده صاير جزئي، صار في رابطه جنوب اثنين بالتنسيق مع ستار وعلمته بالموضوع هذا. نكمل كلامي وتفضل عقل. لا 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 شو تخلي نكمل كلامك بالنسبه للنقطه هذه. كلام غلط، قول مثال كلام يلزمني انا، خلينا نحكي بالتنسيق مع ستار. اي لانك انت تخيلنا في اي من هكا يا رسول الله توقف النشاط هكا كل حاجه يقول لك بالتنسيق مع ستار. لخلاف لخلاف مثال حقك تنكر حقك. حقك مانيش نسق في بطوله جهه كما حقي انا. بالنسبه للرابطه جنوب اثنين تم توقيف النشاط واحنا عندنا كالندري وخذيت انا السيامو على اساس باش يلعبوا في الناسيونال، لكن توقف النشاط لانه فما مجموعه واعده ستار في الانتخابات الجايه ما تحبش تلعب. اوف هاي حكينا دخلنا حكينا مثبت هذا الكل. حكينا حكيت انتخابات وغبنا هي كي تجيبنا كلامي وانا حمام مسؤوليتي كبيره ردود عليك. شكرا. ولي بوكسور وبرشا مشاهدين. بالنسبه لي كان نحب فما نعرفش محمود فما ان بوكسور معناتها خشين برشا فهد خالد. فادي خالد اسمح لي 10 ثواني في الموضوع هذا بعد اذنك. برا اون 10 سكوند. بالنسبه للليست اللي جات خذيتها انا من الجامعه فيما يخص معناتها شروط الالتحاق بالمنتخبات الوطنيه فيها اسم فادي خالد واتصلت به انا وعندي لي زيبروف هو موجود في بلجيكيا تو على اساس ما تعرضت على المكتب الجامعي باش نشوفوا له حل وضعيته. نجموا نعاونوه. عرضت مانيش انا بالنسبه لي. نعاونوه ما تنحاولوا ان شاء الله. وضعيه فادي خالد. كلام سهل. كلام سهل. وين وضعيتك؟ وضعيه فادي خالد. شنو اللي عرضته على المكتب الجامعي؟ فما اثباتات يا ست تاهر عايشك. ليه اثباتات هاتها. مش جيبها لك تونا نحكيو في الاسبوع القادم. فادي خالد عمري ما ريت حكايتك. خلاص ان شاء الله نلقاو له حل يا فهد. حاولنا ناخذوا حاولنا نشوفوا له وضعيته لانه اتلات ينجم يعاون تونس. نجم يعاون تونس مستحيل. دقيقه مدام سلسله ايمن. يا ايمن. ايمن انت عندك وضعيه قديمه وجيتني للجامعه سويتها لك. اي وضعيه صغيره من برشا وضعيات. ولا لا؟ سويتها لي يرحم يديك. فوالا ايمن دغني ثريا بالنسبه لي انا حابك ولي بوكسر. انا حاضر البوكس في اي وقت وفي اي غالا في اي تظاهره في اي كل شيء معناها في اي اختصاص وطالب من الفيدراسيون جوست حاجه واحده مسحقاتي الماليه خاطر انا شرفت تونس في قداش من تظاهره خارج
الوطن يعني. لعبت في ايطاليا في ريمني كوب دو موند، عملت بريمير بلاس، عملت كوب دو موند بين 8 بوكسارات توانسه، عملت بريمير افريك اي اف ما اللي هي المويتاي اللي هي كيما العرب كيما السبيسياليتي هذه تاي، عملت فيها بريمير بلاس بين 4 ان شاء الله في المغرب، في اقوى في من اقوى البلدان المغرب، وعملت افريك في الكاميرون ما شاء الله، معناها في قداش من اختصاص، وعملت قداش من شامبيون العرب 13 فوا شامبيون تونيزي، معناها كما قلت لك حاضر لاي تظاهره لاي